صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم عشرة بتعيين مدراء في مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء فيه يعين في مكتب رئيس مجلس الوزراء كل من السيد احمد حسن حميدان مديرا لاداره الرقابه الداخليه المركزيه السيد خالد احمد محمد مديرا لاداره الموارد الماليه السيد احمد عبد النبي قيم مديرا لاداره الخدمات ونظم المعلومات السيده منار احمد ثاني مديرا لاداره التواصل السيد رمزي ريسان البدران مديرا لاداره البحوث السيد وليد صلاح المعراج مديرا لاداره السياسات السيد خالد محمود المرزوقي مديرا لاداره المشاريع السيد احمد سامي التاجر مديرا لاداره المشاريع السيد محمد محمد العريبي مديرا لإدارة العمليات السيد عبد الكريم يوسف محمد مديرا لإدارة تطوير الكوادر الحكومية السيد حسين علي آل شهاب مديرا لإدارة جودة الخدمة الحكومية الآن سنجود راشد الجار مديرا لإدارة التقييم والتحليل السيدة سارة عبد العزيز المريخي مديرا لإدارة التنسيق والمتابعة